أمال ديكم العافية. يعطيكم العافية. من باقي من الشباب مسفر؟ في أحد باقي عندك؟ في أحد باقي عندك؟ تأكد إذا في أحد باقي عشان نبدأ. طيب شباب يعطيكم العافية. قبل لا أبدأ أنا بصراحة يدي تحكني، بما أن في يدي 500 نقطة ودي أوزعها كذا دايركت عشان أقدر أسولف وأخذ راحتي معكم. سؤالي عشان أبدأ أرصد الدرجات على طول دايركت. الله أيام. أحتاج 1 2 3 4 5 6. تدرون ماني موزع عليكم عشوائي كذا، لكن سؤاله أول من يرفع يدها بأخذ الجواب منه. أحتاج مهارة من مهارات الإعلامي. جميل. الالتزام. الالتزام جميل. 50 نقطة يا حبيبي. علي العساف. التحضير. علي التحضير. التحضير أنت تتكلم عن موضوع الإعداد كامل. أيوة الإعداد بشكل عام. طيب ما تحس أن التحضير هو داخل في موضوع جميل الالتزام؟ لا، قد يكون في شخص محضر جيد لكن غير ملتزم في الوقت يعني. أوكي، بمعنى الالتزام موضوع جميل في الوقت وأنت موضوعك التحضير في موضوع المحتوى يعني بشكل عام. صح؟ صحيح. معجب؟ المظهر. المظهر. ما عجبني جوابك. عليكم السلام ورحمة الله. سهلة. ما كنت مقنع المظهر؟ لا هو مقنع بس فصل لي يعني شبعني يعني عطني مظهر جيد ملائم مثلا للحدث. أوكي يعني ما يطلع واحد مثلا بقميص يعني سبعة يقدم الناس الأخبار. حاطني لبس سلة ويقدم. يا سلام، كلام سليم جدا. لا عجبتني ما شاء الله. يلا هذه 50 نقطة يا حبيبي يا معجب. زود 50. الكاريزما. طيب نفس الشيء. طيب اختلاف طبقة الصوت فيما يؤدي، يعني إذا كان خبر محزن ولا خبر مفرح. يعني أنت تتكلم يا نواف طبقة الصوت بما يتناسب مع الحدث. نعم والطرح. مهمة جدا للإعلام. ممتاز ممتاز، كلامه مقنع. تشوفون ولا ما أعطيه ولا أعطيه ولا يستاهل يا جماعة 50 درجة. طيب نواف. نواف 50 تستاهل. سهل الطيب يا حبيب. صالح ما هو رافع إيده ما له شيء. نواف بن عشق. بسام بن عشق. شو اسمه؟ المصداقية. المصداقية. شلون المصداقية؟ يعني تكون الأخبار اللي يجيبها وينقلها موثوقة ومصداقيتها عالية، ما يجيب خبر ويصير الخبر فيه لبس ولا فيه شيء. يا سلام، أنا كنت بكتب بسام كتبت المصداقية. يلا 50 تستاهل. تستاهل الطيب. العسيري. الثقافة اللغوية. الثقافة وال اللغة تكون القوة اللغوية. أيوه. إيش رأيكم؟ يستاهل يستاهل. الثقافة ما في أحد قالها منكم أصلاً قبل، صح؟ صح. يستاهل طالب. يستاهل. وصالح. يستاهل الطيب. العسيري 50. ذكرت أيام الثانوي أبو نايف. لبيه. ذكرت أيام الثانوي الدرجات. هاي درجات يمكن تنقذك من البرايم الاسبوع الجاي، ما تحطك بالموقف المحرج اللي امس. باقي توقف على المسرح اصوت ولا ما اصوت، اسوي ايش ما اسوي. طيب انا ترى اللي راح من عندي 300 نقطة بس، باقي لي 200 بعد. تبي عادي يعني ولا ارحلها شوي؟ ابى اسمع من صالح. لغة الجسد. لغة الجسد. سلام عليك يا سلام. صالح تستاهل بعد تفكير. طيب شباب يعطيكم العافية. الله يعافيك. احنا سلمان سمي يا حبيبي، انت معانا في الاعلام ولا معاهم بالتمثيل ولا معاهم بالانشاد ولا معاهم في؟ يلا خذ راحتك. السلام عليكم. احنا في ايام المقابلات التقديم على البرنامج كانت اكثر مشكله تواجهنا ان المتسابق المتقدم للبرنامج نساله نقول وش موهبتك، يقول انا منشد وشاعر واعلامي ومقدم ومصور ومهندس كيميائي وجيب 1000 شغلة وشغله. الشخص هذا أنا أشوف أنه ما هو قادر يحدد وش المسار الحقيقي اللي هو قادر يمشي فيه. ممكن واحد يقول والله أنا عندي طبقة الصوت، يعني الفويس أوفر مثلاً، أنا أتكلم أني أنا أتميز فيها مثلاً، أو هذا تخصصي. كمثال المتسابق معجب القحطاني. أوكي؟ لكن ما هو معناها هي تعتبر يعني موهبة ممكن رئيسية أو ميزة موجودة عندي. طيب أنا برضو كمان مقدم برامج تلفزيونية، هل معناها يا ناصر معنى كلامك أني أنا والله أستلم قراءة التقارير الصوتية وموضوع التقديم التلفزيوني أنا أوقف عنه؟ طيب أنا جيد في موضوع مثلا الإلقاء الشعري. طيب أنا جيد في موضوع الإعداد التلفزيوني، معنى كلامك يا ناصر أنا أكنسل هذه كلها وركز على شيء واحد؟ من يجاوب؟ إيش ممكن أسوي؟ يعني أنا عندي مجموعة من العناصر أتميز فيها،
تحت مظلة الإعلام. أبى أسمع منك يا نواف. أنا أشوف من وجهة نظري أشوف اللي يعني تقدر تشوف إنك مبدع فيها جدا تسلك مسارها. وأهمل مثلا التعليق الصوتي على سبيل المثال؟ لا ما تهمل التعليق الصوتي، بس مثلا أنت الآن تشوف نفسك في التعليق الصوتي ما أنت مبدع مثل لو أطلع مثل إعلامي مقدم مثل أخبار. معنى كلامك أركز على الشيء اللي أنا أركز أبدع فيه، على الموهبة الأساسية من غير إغفال الموهبة الأخرى. يا سلام، تستاهل 50 نقطة. جواب مرة ممتاز. مسفر، أنت رفعت يدك قبل شوي. راح أخذها نواف. أخذها نواف. أخذها نواف. طيب، لكل واحد منا بشكل عام في الحياة عنده اهتمامات يتميز فيها. لكن فكرة إني أنا بكون ملم فيها جميعاً صعب. لابد إن الواحد يكون عنده موهبة رئيسية يركز فيها على أساس إن جهده يكون فيها. طالما إن الشخص قدر يحدد مساره وش اللي أنا أقدر أسوي، بإمكانه أنه يتميز. إذا ذكر علي العساف قالوا أوه هذا شاعر، لكن لو علي العساف شاعر منشد مقدم مدري إيش، خلص البرنامج يسألون يقولون علي العساف إيش عنده، تحصل آراء الجمهور بدأت تختلف. لكن لما يركز الواحد في شيء ويقول والله أنا هذا مساري وهذا مجالي، بإمكانه أنه ينطلق ويبدع فيها. سؤال، لو صارت فيه مسابقة ما بين الفيل والصقر، من ينجح؟ من اللي يفوز بالمسابقة؟ معجب أنت رافع يدك كذا، يعني هي كذا كيف ولا بجاوب؟ على حسب المسابقة. على حسب المسابقة علي؟ أي يعني وش نوع المسابقة؟ قبل لا تنشد عن السؤال هذا، شنو نوع المسابقة؟ لأن لو فرضا في الطيران أكيد الصقر، لو في القوة أكيد الفيل. كل شخص له قدرته في مجال. يا سلام نواف. أنا أعتقد سؤالك في المسابقة، أعتقد أن الصقر راح يفوز. طيب يمكن المسابقة في الأوزان الثقيلة؟ طيب لا، أنا فهمت المسابقة في السرعة. حلنا بنقاط. طيب هي الفكرة من سؤالي، وش الشيء اللي تتميز فيه ركز فيه، بمعنى إيش طريقة المسابقة وإيش طبيعة المسابقة. إن كنا نتكلم عن التحليق فالصقر أكيد أنه راح يفوز، وإن كنا نتكلم مثلا عن الأوزان الثقيلة إحنا نتكلم عن الفيل أنه ممكن راح يفوز. فهنا الشخص لما يشتت نفسه في مظهر السؤال كاملا، المسابقة من راح يفوز فيها هو أصل السؤال، إيش المسابقة أساسا. فهنا أنا إيش دوري في الحياة، أنا وش الدور اللي أنا راح أقدمه في هالمجال، إيش الطريق اللي أنا راح أسلكه. فكل ما الإنسان حدد مساره كل ما قدر أنه يميز نفسه أكثر وأكثر. إحنا خلونا ناخذ خطوة للوراء ونتكلم عن مشكلة أنا عشت فيها طول السنوات الماضية في مجالي بالإعلام، ألا وهي كثير جدا الناس يدخلون في المجال الإعلامي يتوقع أن الإعلام عصا سحرية، فممكن أنه يستقيل من وظيفته، وممكن أنه يترك أهله من أجل أنه يدخل المجال الإعلامي. ليش؟ مش لأنه هاوي المجال الإعلامي ولا يحس ميوله إعلامي، لا، لأنه شاف صالح البلوي ما شاء الله عليه دخل البرنامج، بعد البرنامج صار عنده إعلانات، صار عنده دخل، صار عنده فلوس، صار عنده ما إلى ذلك، فأنا بسوي مثل ما سوى صالح. فدخوله هنا راح يدخل في مشكلة عظيمة جدا. إيش هي؟ مو ملعبها، المقارنات. نواف، بقول مقولة. سم. ارتدى الطفل أحذية الكبار، لا تزيد في خطواته بل تعرقل سيره، فانتبه أن تتقمص شخصية منهم أكبر منك. يا سلام. راف، هل تعلمون، ما بقول غالبية ولكن بقول عدد لا يستهان فيه، من اللي شاركوا سواء كان في برامج الواقع أو ممن ظهر في السوشيال ميديا كفقاعة صابون فترة واختفى، أنهم يعانون من الاكتئاب. بصراحة ترى أتكلم. ليش؟ لأنه جلس يشوف أخويا شقوا طريقهم انطلقوا، بس أنا ما عندي النفس الطويل أني جالس أقاتل وأحارب. أنا عندي مثلا على سبيل المثال، وبعيد الشر إن شاء الله عنا جميعا، عندي أحد في البيت تعبان أنا لازم أكون ملازمة، ما عندي النفس الطويل للمجال الإعلامي، ما عندي ذاك الوهج. فتحصلون بعض المشاهير شو يسوي؟ متى ما بدت الأضواء تخفت عنده وتنزل خبص، متى ما صار يسعى بقدر المستطاع لصنع الاتنشن، التصادمات، صنع الإثارة، فيظهر بمظهر جدا سيء عشان بس الأرقام اللي عنده ما تنقص. فهنا هذه الأصل إن الواحد لابد أنه يحددها، هل أنا مجالي إعلام؟ هل أنا عندي النفس الطويل
والمنافسة. بعضهم يدخل يتوقع مثل ما قلت لكم إن الإعلام إنه يكب عليها الملايين، لكنه يتفاجأ في إنه مثلاً السناب على سبيل المثال تراها عبارة عن كلمتين ولكن فكر. التيك توك ساعات طويلة لكن اللي يوجهك في الحديث مثلاً موضوع الكومنت أو مثلاً موضوع الجست. فهنا لما الواحد يدخل في مجال ما هو مجاله، أحياناً أنا قدمت يوم من الأيام برنامج تلفزيوني كان مهتم في السوشيال ميديا ومؤثرين السوشيال ميديا، انصدمت في بعض النجوم اللي أنا صدفتهم عندي ما هو قادر ركب كلمتين على بعض، فصرت أنا اللي أسولف وأنطلق. ليش؟ لأن سناب عبارة عن كلمتين، هو عادها مرة مرتين ثلاث عشر مرات لحد ما أنطلق. فهنا إحنا ندخل في إشكالية إن الشخص لابد أن يحدد مساره من البداية. ما هو معناها عشاني والله شفت جميل ما شاء الله عليه انطلق في المجال الإعلامي أنا أبغى أكون مثله. لبه يا علي، ده لا بس كاد أوكي إيه. ما هو معناها أنا شفت جميل أنه أبدع جالس أقول والله أنا بسوي مثله؟ لا، إذا ما هو مجالك هذا أنت لا تدخل مجال صعب، والمنافسة فيه صعبة والنفس الطويل فيه صعب. طيب السؤال، كيف أنا أعرف معجب؟ تبغى تقول شيء؟ بعد كل اللي تبي سم بعدك أو اللي تبغى. تبغى أسأل ولا بعد سؤالك؟ ما أسمعك يا عيني. تبغى أسألك أو بعد سؤال؟ لا أسألني أسألني ما في مشكلة. هو ما أشوفك طرقت لها، ما أدري ما لها علاقة أو أنها شيء ثاني، اللي هي لما تكون مثلا مؤثر أو إعلامي كلام الجمهور وآراء الجمهور والرأي العام. يا سلام، يوم جبت طاري الكتاب وقبل ما جبت طاريها كثير. طيب هي أهم حاجة، هي تسيرك ممكن تقريبا اللي ما عنده مناعة منها ممكن تسيرها. شباب سبيكر معليش عشان اسمع كويس. اللي ما عنده مناعة من الرأي العام أو من الجمهور أو بشكل عام إنه ممكن تغير حياته 180 درجة. ممتاز. الكتاب هذا أحد أسبابها. ممتاز. فما أشوفك جبت طاريها. بعضهم أنا قد تكلمت فيها بالفترات الماضية فما حبيت إني اللي هو موضوع الفئة العاقلة في أصامتها. قلتها مرتين. ليش؟ هي الفكرة في إيش؟ إنك لا تتأثر من كلام الجمهور. بعضكم يدخل المنافسة في مجرد ما أنه يطلع يشوف كلام الجمهور يتكلم عنه ينتقده يقول حاجة ما عندها المناعة. إذا ما كان من الأخير جلدك جلد تمساح وعندك ما بقول اللامبالاة إن كلام الجمهور ولا يهمك، لا بالعكس خذ بعين الاعتبار، لكن أنت برضو كمان لازم تحط بعين الاعتبار إن ترى الجمهور ترى عقليات مختلفة تماما. في بعضهم منهم يعني ممكن يعاني من اعتلال نفسي، فأنا ليش أحدد مساري وأحدد والله طريقي اللي أنا ماشي فيه بناء على كلمة وصلتني؟ بالعكس المفترض أن الواحد يسمع ولكن ما يخليه يتحدد مسارها أبدا. في نقطة أنا كنت بقول اللهم صل على محمد عسى أن أتذكرها فيما يخص المجال الإعلامي، كيف الواحد يعرف هل المجال هذا مناسب لي أو لا؟